لتسليط الضوء أكثر على عمليات إحراق المحاصيل الزراعية في العراق والجهة المستفيدة من ذلك، انضم إلينا عبر الهاتف الباحث والكاتب السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. من جديد عادت عمليات إحراق المحاصيل الزراعية في العراق، من المسؤول أستاذ نظير؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني هذا موضوع الحراق المحاصيل الحقلية والمنتوجات الزراعية هو ليس بجديد على الساحة العراقية، فقد شهدت السنوات السابقة عمليات مماثلة لهذه الحراق، وكأنما هي تمضي بطريقة ممنهجة للوصول إلى غاية، والغاية التي يعرفها الجميع ويعرفها شعبنا وجميع المراقبين للشأن العراقي، بأن تحطيم الاقتصاد العراقي ومن ضمنها القطاع الزراعي يهدف إلى جعل العراق بلد مستهلك لهذه المواد عن طريق الاستيراد من الخارج لدعم اقتصادات الدول المجاورة، وبالذات هي الجارة إيران. لذلك فإن يعني أذناب إيران من أحزاب وميليشيات تتعمد في كل موسم حصاد أن تعمل هذه الحرائق لإيجاد حالة ربكة في المنتوج الزراعي العراقي لصالح إيران. نعم. إذن أستاذ نظير، يعني أحزاب مرتبطة بإيران هي المستفيدة من إبقاء العراق مستوردا للمحاصيل الزراعية. طبعا الفائدة ليست فقط أنه لكي يدعمون فيها الاقتصاد الإيراني، إنما أن هذه الأحزاب والميليشيات كما تعلمون هي تسيطر على المنافذ الحدودية ومنافذ الاستيراد، وبالتالي فاستمرار وتيرة استيراد العراق لهذه المنتوجات بكميات كبيرة هو يعود أيضا بنفع آخر على هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، وبالتالي المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي، سواء كطبقة عاملة التي تعمل بالقطاع الزراعي أو كالمواطنين المستهلكين لهذه المواد الزراعية التي ستخرج هذه الأموال من جيوبهم لصالح هذه الدولة الطفيلية التي تعيش على حساب انهيار العراق اقتصاديا وزراعيا وعلى كل الأصعدة. أستاذ نظير، لو نركز، توقيت هذه العمليات دائما يتزامن مع الإعلان عن اكتفاء العراق الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية. هناك أيضا من ربط بين إحراق المحاصيل الزراعية والضغط الإيراني لفتح حدودها مع العراق، كيف تنظر إلى ذلك؟ طبعا هذا المعادلة واضحة جدا، يعني أصبحت يعني غير قابلة للشك، بل هي متكررة. في السنة الماضية أعلن العراق بأنه وصل إلى مرحلة الاكتفاء بحدود 90% من المواد الخضر والمحاصيل الحقلية كالحنطة والشعير، فتصاعدت حملات يعني حرق المحاصيل في ذلك الوقت، يعني سنة 2019. نفس الوضع الآن، العراق على عتبة أن يكتفي من هذه المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك اليومي، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية كيعني الحنطة والشعير، نجد هذه الحرائق تتكرر مرة ثانية لجعل العراق في عوز اقتصادي. طبعا هناك أيضا الأدوات التي تعمل على هذه الحرائق، يعني من المعروف أن يعني سواء كانت الميليشيات أو عصابات داعش أو حتى الأحزاب ومن يعمل الأحزاب هي مشاركة ومتعاونة في هذه العمليات. فيعني كما تعلم عصابات داعش والتي هي أشبه ما تكون بشركات متعددة الجنسيات يستثمر فيها الطرف الإيراني، وربما يستثمر فيها الطرف الأمريكي لتحقيق كل دولة مصالحها في هذا البلد، وبالنتيجة يبقى الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي الذي لا يمتلك يعني إرادة تغيير لحد الآن. طيب. وزمام الأمور ليست بيده. أستاذ نظير، الحكومة كعادتها يعني علقت وتعلق ما جرى من إحراق المحاصيل الزراعية بأنها عمليات إرهابية، وأيضا أصبح شماعة الإرهاب لكل ما يجري في العراق. ألم تصبح هذه الاتهامات بعيدة عن التصديق وعن الواقع، خصوصا أن الحرائق شملت محافظات الوسط والجنوب في العراق؟ يعني والله هذه الحكومة والمسؤولين السياسيين والأحزاب التي تعمل في هذه العملية السياسية ينطبق عليها المثل العربي الشهير الذي يقول إن لم تستحي
ففعل ما شئت. هذه الدعاوى على أنه الإرهاب هو الذي يقوم بهذا الشيء، وأجندات لدول هي من تقوم بهذا الشيء، قد سئمنا منها ويعني مللنا من هذه الادعاءات. لماذا لو تسمون الأشياء بمسمياتها؟ حينما يخرج نائب بالبرلمان ويقول أن هذه الحرائق هي أجندات تابعة لدول، لماذا لا تسمي هذه الدولة؟ ما يعني هل تنقصك الشجاعة عن تسمية هذه الدولة؟ أم أنك فقط تحاول أن تتلاعب بعقول الناس؟ الأمور يعني وصلت إلى مرحلة من هؤلاء السياسيين بأنهم لا يستحون من أنفسهم. الحجة يكررونها مرة تلو الأخرى، ومع ذلك لا يوجد أي شعور بالحياء من الناس، أي شعور بالحياء من الشعب وهو يسوق هذه الادعاءات. ويعني أنت كسياسي وأنتم كسلطة عسكرية وأمنية، ماذا هو ما هو دوركم؟ لا تستطيعون منع حريق أن يحدث في حقل ما. أستاذ نظير، بالنسبة ما هي الشرعية لكم لكي تحكموا؟ بالنسبة للدور، يعني أين الدور الحكومي لحماية هذه الموارد؟ أيضا لماذا نلاحظ أن السلطات تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر؟ أخي الكريم، يعني كما ذكرتم في تقريركم عندما أوردتم الفيديو لهذا المزارع المسكين الذي يرى حقله يحترق وهو يحمل المسؤولية لقوات عسكرية مجاورة لهذا الحقل، بما يعني أن هذه القوات لم تكتفي بأنه تبقى على الحياد أمام يعني هذه الحرائق، إنما في بعض الأحيان تكون هي المشاركة في هذه الحرائق، وبالتالي فهذه يعني القوات الأمنية لا يرتجى من عندها أن تسيطر على الوضع الأمني وتمنع هذه الحرائق، إنما بل وصلت إلى مرحلة المشاركة فيها. يعني الأمر وصل إلى أن هناك معادلة بين الشعب وهذه السلطة، السلطة تعمل بشكل فاضح وبشكل صريح ضد مقدرات هذا الشعب وضد الشعب بشكل علني. يعني إلى متى يبقى العالم يتفرج على الشعب العراقي وهو يحكم من حكومة لا تمت له بصلة، بل بالعكس هي تعمل ضد مصالحه سواء الاقتصادية أو كل النواحي الأخرى لمصالح الشعب العراقي؟ الباحث والكاتب السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.